نشوفوا كيف كيف كي نكونوا حابين نديروا تلقيح مجهري وشنو هما المراحل كامل اللي لازم نجوزوا عليهم. الوغ اون فوا كي نديسيديو مع الطبيب تاعنا انه الحاله تاعنا هي حاله تاع تلقيح مجهري وشنو هما المراحل اللي راح نجوزوا عليهم وشنو شحال المده اللي راح تستغرق باش نلحقوا حتى التلقيح المجهري، هذا واش راح نشوفوا كيف كيف. الوغ المرحله الاولى هي مرحله التحاليل، حتى واذا كانوا عندنا تحاليل من قبل تاع تاخر تاع الانجاب لازم نعرفوا باللي بالنسبه للتلقيح المجهري لنسحقوا تحاليل يكونوا شويه ادق، وبالنسبه للزوجين بالنسبه للرجل والمراه. بالنسبه للرجل مثلا رانا حين نديروا ان بيلون كومبليت تاع الامراض المعديه، بيلون تاع الهرمونات تاع الحيوانات المنويه، العدد، الحركه، التشوهات، كاين واحد لو تيست يعيطولو لو تيست دو ميغراسيون سورفي، كاين الحمض النووي لاديان، اسكو كاين فراغمونطاسيون تاع لاديان. وبالنسبه للمراه ثاني تحاليل تاع الهرمونات تاعها، نعاودوا لها ليكوغرافي باش نحسبوا عدد تاع البويضات ديالها، وكاين المنظار الرحمي. المنظار الرحمي خلينا نشوفوا بطانه الرحم من الداخل ونشوفوا يعني البلاصه اللي راح يتعشش فيها الجنين، اذا ما كانش فيها دي باثولوجي لازم نحيهم من قبل، باغ اكزومبل نصيبوا لحمه صغيره، بوليب ولا فيبروم اللي لازم نعالجوهم من قبل. دوك هذه المرحله الاولى، تبان لكم هكذا باللي فيها بزاف، لكن هي في الحقيقه هادشي كامل كيما حنا بالنسبه لينا في المركز نقدروا نديروه في يوم واحد. يعني عاده المراه تكون في اليوم الثامن التاسع تاع العاده الشهريه تاعها، والزوج يجي معها في نفس اليوم ويديروا كامل تحاليل ديالهم في يوم واحد. دوك هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي مرحله ما بعد التحاليل، معناها راح نشوفوا النتائج تاع هذوك التحاليل اللي درناهم. كاين حالات وين نصيبوا كلش مليح، يعني نقدروا مباشره نروحوا لمرحله تاع التلقيح المجهري، لكن كاين حالات اللي يحتاجوا علاجات. مثلا عند المراه في المنظار الرحمي نصيبوا لحمه ولا فيبروم اللي لازم نحيوهم من قبل. دوك رايحين نبروغرامي المراه نحيو لها هذاك لو بوليب والفيبروم قبل ما دير التلقيح المجهري ديالها. مثلا اذا صبنا خلل في الهرمونات لازم نروحوا نتبعوا هذاك الخلل في الهرمونات. ثاني مهم بالنسبه للوزن، مثلا اللي عندهم متلازمه تكيس المبايض اذا كان عندهم افراط في الوزن سي تري امبورطون قبل ما نروحوا للتلقيح المجهري ولتحسين النتائج تاعنا سي امبورطون انه المراه دير حميه صحيه وتوازن دوك واش راهي تاكل والوزن تاعها ينقص من قبل. دوك رانا حين ناكومبانيوها مع طبيب مختص في التغذيه باش توجد روحها للتلقيح المجهري. بالنسبه للزوج نفس الشيء، كاين حالات يحتاجوا دي فيتامين من قبل، يحتاجوا ادويه تنشيط الخصيه باش نحاولوا نحسنوا العدد، الحركه تاع الحيوانات المنويه. كاين ثاني الحميه الصحيه كي تري امبورطونت، كاين ثاني تري امبورطون الابتعاد عن العادات السيئه كيما التدخين. التدخين مضر بزاف، وايضا في التلقيح المجهري التدخين راح يقسم لنا على ثلاثه نتائج ديالنا، معناها هذه المرحله اللي نكونوا في الاستعداد هي مرحله تري امبورطونت باش ناميليوريو لو ستيل دو في ديالنا ونولي ونعيشوا صحي باش النتائج يكونوا احسن ما يمكن. هذه المرحله الثانيه. كي تفوت هذه المرحله الثانيه نقدروا نبداو في التلقيح المجهري. كي يبدا عاده باش نقدروا نبداو التنشيط لازم نكونوا في اليوم الثاني الثالث من العاده الشهريه تاع الزوجه، نتلاقاو بها ونشوفوها في ليكوغرافي ونبداو في مرحله تنشيط البويضات. دونك هذه هي اون جينيرال تاخذ تقدر تاخذ شهر واحد كي يكونوا كامل التحاليل ملاح ونروحوا مباشره للتلقيح المجهري، كيما تقدر تاخذ عده شهور اذا كان لازم عندنا علاج تاع سبب معين قبل ما نروحوا للتلقيح المجهري. دونك هذا بالنسبه للتحضير.